نبدي جاهزات؟ يلا اول وحده عندي ايات علي عبد الهادي صفوا للايوه. هسه شوفين ايوه ها كان المؤشر اللي ورا نضربين على الصبوره حبابه شوف شو يطلع الجواب استقلاليه انا كيف جمع يدو انت ماخذه 10 ايه انت 10 زين بس اريد اشوف انت ايش قاري ايش تعرفين ايش تتذكرين يلا قرينا هذا الدرس. لا اريد اولا اريد اسمع صوتك واريد بطيء واريد مقطع مقطعيه يعني نقرا يلا حبيبي ورد ورد لطيف لطيف ممتاز ورد ويداد ممتاز لطيف لطيف قطار صح فوزي فوزي ممتاز صح أي. أيمن واقف واقف كل الزين لا أي عفو كل الزين قطار طويل طويل تفضل واقلكم تمشي الطاقة وصفقوا العين بس ايش راح اطلع عليك؟ راح اطلع عليك مقاطع قليلات بس تقنع ندير واكل حد يحكي بس هي مقاطع بيها حركات قصيره وبيها حروف المد الطويله زين؟ جاهزه الهين؟ يلا تحضر الرأس سريعة ترى يلا باباتي مي صح دا ممتاز ليه كل الزين شوفوا رو طويلات ذني ايه دي ممتاز سا كل الزين او ممتاز بي وردة ايه عافية كل الزين صبقوله صبقوله هسه راح اعطيني المؤشر اعطيني المؤشر راح اطلع لك هنا جملة من هذا الدرس اللي قريتيه وهي تكتب على الصبورة تباوع له وحفظ زين باوع هذا العملاق شوفوا زو قري اياها اي وعافيه ممتاز باوعي زين خليها صورين انا وخرها ترى ما خليش تظلين تباوعي لها حفظتيها شوفيها زين بعد بعد حفظيها زين اوخرها اخذ القلم روح على هاي الصبوره يلا كتبي لي اياها جنى رغيد قوم جناوي زورق واقف حضر زين صبوا لي الآيات خلينا نشوف هسه الهدية مالتها شنو شوف الهدية مالتها شنو؟ ها شنو هاي؟ شكلية دجاج شكلية تين تعرفني ومن هاي وحدة مين من هاي؟ اي من هاي وحدة هاي الزرقاء وخذ شكليتات رزمي وهذا هام حلو شفت بعد وحدة والله وياك صفقوا له نجي هسه على اليمن على الحلوة نتخبط الجناوي زين هسه شوف الجناوي الدرس مالتك ها هذا بابا شوف يلا هذا سهل جا شلون تشانس لا تجي سين صبورة حبيبتي اتفقنا رجع رجع بعد بعد رجع ايه عافية صح لو يقول يلا يقول يقول اي في بيتي لا مو في بيتنا بعد زين في دارينا صح بتك بيتنا بطل صح في رجعنا صبونا في داري اي في داري في داري لطفي لطفي ويس ويس صح في داري في داري طالب طالب صح طار طار صبقوا لك كل زين هاي الكلام مالنا تكبر خليني اشوف المقاطع هسه زين يلا شوفي لي المقاطع واو ممتاز ف كل زين صح ممتاز عافية كل زين ممتاز نو عافية صح
كل زين كل زين صب قوله كلهم صح كلهم صح. قال هذا يبلع المنظور، طين المؤشر، اخذ القلم حتى تظلين حافظته ما بعيده هسه. جاهزه؟ هاي الجمله راح ايش تكتبي لها انا؟ قريها. بلبل طالب طالب. هاي باعيله زين. خذي لها صوره. خذتي لها صوره زينه؟ باعيله زين بعد بلبل طالب طالب. ها شو مسحي لي ذني؟ شو مسحي لي اياهن؟ زين قول لها السبوره لها ذنيها. اها اها. باعيله بعد اخر نظره، اخر نظره بلبل طالب كل زين امسحها واخرها يلا روحي. طلعوا على شلونك؟ مشتاقين؟ يلا بلبل اسرع شويه طالب 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 عافية طالب طالب